كذا فيها يعني ما اعرفش كواليتي وقريبه من الجامعه قوي بالظبط يعني المايك ده فين انت محتاج ايه التالتة على فكرة كده مش نافع ايه يا جماعة معلش اجي امسكولك مفيش سنتين معانا تاني نسكتكم جنب بقى Okay, just an introduction. This song I wrote maybe, what is it, 5-6 years ago now. I wrote it right after the revolution. Might be a bit invalid now, the Egyptian revolution to specify. But there's still a hope, you know? So this is why I sing it again now. Maybe we'll see another revolution coming. Yeah. And just a disclaimer, all very important, it's in Arabic. So, yeah. You guys can learn Arabic. What can our friends do? What are we doing? Guys, we're gonna stop. ايوه تمام انت شويه انت في النفس حاجه ظبطها جمع فينا عشان يقول حان الاوان كسر صمود وعلى صوت ورى العالم كله انه مش جبان الهزام ده يبقى شيء محال واحلم يا مصري ده بكره يهمنا احلم وحدودك السماء احلم بمصر عاليه في السماء وقوم يا مصري ده انت من حقك دي حياتي بلاش بقى من بتاعتي خالص No harmonica anymore in all of us. أنا أصلا بعرفش أعرف هارمونيكا الصراحة. احنا كنا فين بقى؟ احنا قلنا والبداية كانت في ناس تانية قلناها دي خلاص ها؟ رجع مصر للنور بعد الظلام واحلم يا مصري كلنا نحلم معاه احلم والمجد هيستنى احلم بمصر خالية من طهارة قوم يا مصري ده انت من حقك الحياة Thank you.
كنت خلصت ولا ايه؟ انت كومنتيتر جماعه. ليش انا غصب عني فكرت اخلص؟ يا مصري معلش مش انا اسف معلش انا طويله جدا سنة عند الحرية وجي الوقت انك تجي يا مصري اصرخ واهتف على صوت ده جاي الوقت تحقق الحلم المجنون الحلم المجنون واحلم يا مصري كلنا نحلم معاك احلم والمجد يستنى احلم بمصر يا بالسماء ويا مصري ده انت أيوة انت ويا مصري ده انت في كده في كده في كده Revolution is something. Yeah, singing is not my thing. I'll give it another try. Maybe I'll succeed this time. This is just an Arabic poem I wrote a few years ago. One time I went into a video. Filming, yeah. So I hope you like this. Oh, sure, yeah. But could you move the side? Are you on? Oh, yeah. Are you ready to move on? Can you hear me in the back? Sifa? You too. Zao, balash mukhtafa. أصم الأذان كفيف النوى ذري في موكب الدنيا أسير الخواطر في القلب اشتياق لماضي بعيد وأما في عين اشتياق لحاضري عصور وتاج الملك لا يبارحني ولي مقعدا على عرش الأكابر عصورا مديدة لي في الأرض بستان ظل في القيد ودليل الحائر فكم من الأشواق نضبت ورويتها وكم من القلوب نبضت بمشاعر قلوب كانت مجرى لأنهاري والحب أسيري والشجن آسري إن الملوك في العهد فانية وأما أنا فقد استنكرت من آخري ظهور وجفني من دار للملأ وهكذا أمسى نهاري ظلاما لعابري بستان توارد شمس عن سمائه وفي الحلك مثال لاقتراب المصائر الأمس أصبحت بأذان لا تسمع وفي الليل أمسيت بفقدان بصائري رب الورى له الحمد في الأوائل أوليس للنقمة حسنة في الأواخر وإن كنت آثما فما أهون عتابه قد ترك لي دمعا لأرسي بواخري بواخر في بحر الدمع بعثتها فطال شكواها من البحر الثائر شراعات عادت مع رياح عاصفة فقلت اصبروا فالعبرة في الصابر فبعثت بهم إلى العراق والشام وإلى مصر والمغرب وإلى الجزائر فعادوا وقد ضاق بهم اليم مجددا المراسي نفرت من استقبال الزائر أوبت زائرا في بلاد مملكتي واستعصى عبادي على شعائري أصم الأذان أذان كفيف النواظر والآن الدهر قد اكتث خواطري وهذا الدهر يضحك مكابرة وأنا في أسى أعد خسائري وها هي آخر دمعة لأنني الشعر قد ضيع مع الأزمان شعيرا. To set low standards for the next artist so you can enjoy them better. So, have a good night. Round of applause for our first performer who did not sell low standards.
نشربهم نجيب. يلا بقى عايزين نطلع نشرب سيجاره بقى عشان back to you on the link. I shortened it so if you guys have your phones out for you to copy down the link for you to donate, just let me know when I should start. Okay, so it's https and then two dots dash not there. Cool. Slash that way. And then it's goo.gl. So Google without the E at the end. GOO full stop GL. And then another forward slash capital V 5 capital P capital R small F capital X. I'm gonna repeat it. HTTPS colon / goo.gl / capital V 5 capital P capital R F capital X. Alright? Okay, so if you guys don't have cash on you now, feel free to donate to that link as much as possible as you can. As soon as possible, and help us make a difference. So our next performer, oh, and again, if you guys do have cash, we have a donation box right there with Miriam. She's shaking it up. We want to fill it up, you guys. Yeah, we want to fill it up. We want to bring refugees back to Kabul. Our next performer is going to be Toshi. So a round of applause.